معنى آية ما سلككم في سقر؟ تعددت أسماء النار في القرآن الكريم، ويتناسب هذا التعدد في الأسماء مع كثرة الصفات وألوان العذاب التي تشتمل عليها النار. ومن أسماء النار التي ذكرت في القرآن جهنم، الهاوية، لظى، وسقر. وقد ذكر لفظ سقر في إحدى آيات سورة المدثر، حيث قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ ويتساءل الكثيرون عن معنى آية ما سلككم في سقر. إن معنى آية ما سلككم في سقر أي ما الذي أدخلكم سقر؟ وسقر من أسماء الأعلام الخاصة بجهنم، وهو ممنوع من الصرف، وقد اشتق هذا الاسم من الفعل سقر أي لوح أو ألم. ويقال سقرته النار بمعنى لوحت جلده وغيرت لونه وآلمته وآذته بسبب حرارتها. جاء في معنى الفعل سقر في اللغة حيث يقال سقر الشيء أي بعد، وقد سميت بهذا الاسم لبعد قعرها أو لمدى اتساعها أو لبعد أطرافها. قال المجرمون عن سبب دخولهم سقر ونيلهم العذاب بأن قالوا: لم نكن من المصلين، أي أننا ضيعنا حق الله تعالى في أداء الصلاة، فلم نقبل على الله ولم نتوجه إليه، وكان توجهنا إلى البشر كلهم، ونسينا رب البشر، واصطلحنا مع كل إنسان إلا خالق الناس، وإذا صلينا الصلوات ضيعناها وقمنا إليها كسالى. يتابع المجرمون حديثهم عن أسباب دخول سقر فقالوا: ولم نكن نطعم المسكين، أي أننا جعلنا الشهوات محور الحياة ومصلحتنا الشخصية فوق كل شيء، فلم نهتم بأمور المساكين وعشنا لأنفسنا ونسينا ما عدا ذلك. أما قولهم: وكنا نخوض مع الخائضين، يقصد به الخوض مع الغوغاء، لذلك فقد كانوا يدينون بما يفعله الناس ولم يستطيعوا التحرر من بؤس العادات والتقاليد، كما أنهم قالوا: وكنا نكذب بيوم الدين، وقد كان هذا التكذيب عمليا على أرض الواقع، فلم يكن في أعمالهم أي سعي للآخرة. ومن ثم ختمت الآيات بقولهم: حتى آتانا اليقين، والمراد به الموت، وسمي بذلك لأن وقوع الموت أمر متيقن.